بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا يحسب لنا يوم القيامة. الشكر لرئاسة شؤون الحرمين على رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ولجميع العاملين في هذه الرئاسة على الجهود التي يبذلونها من أجل خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، فأسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة، إضافة إلى ما يتم إعداده في هذا المسجد المبارك من دروس وتوجيهات. في هذا اللقاء أيها الإخوة سوف نتكلم عن مواضيع مهمة نحتاجها في حياتنا، كل مسلم يحتاج إلى مثل هذه المواضيع. سوف نتكلم إن شاء الله هذه الليلة وأيضا إن شاء الله الليلة التي بعدها والليلة التي بعدها، ثلاثة أيام سنتكلم فيها عن مواضيع مهمة تتعلق بحياتنا، إضافة إلى أننا سوف نجيب على الأسئلة وسوف توزع الأوراق، ومن كان عنده سؤال يكتب السؤال فنجيب عليه إن شاء الله في جزء من الوقت، وإذا لم يتيسر الإجابة عليه في هذا اليوم نجيب عليه إن شاء الله في الغد وهكذا. بعدها إن شاء الله في اليوم الرابع والخامس، في اليوم الرابع سوف نشرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي اليوم الخامس سوف نشرح أيضا الأصول الستة للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. جميع هذه الأمور التي سوف نتعرض لها من خلال هذه الدروس يحتاجها المسلم في حياته، إضافة إلى الدرس إن شاء الله في الغد بعد صلاة العصر في شرح كتاب كلمة الإخلاص بابن رجب، وهو كتاب مهم من الأصول التي يحتاجها المسلم خاصة في هذا الزمن. كتاب ابن رجب المتعلق بشرح كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد يتطرق فيها رحمه الله إلى ما يتعلق بمسألة الإرجاء، كلمة التوحيد مع تحقيق ما يتعلق بخطر الإرجاء، فهذه أيضا رسالة مهمة، هذه إن شاء الله سوف تشرح غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر وبعد غد على مدار يومين إن شاء الله تعالى. في لقائنا هذه اليوم سوف نتكلم جزء من هذا اللقاء عن موضوع يتعلق بالمسلم في حياته وما يحتاجه، إضافة إلى إجابة الأسئلة. أيها الإخوة، تعلمون أن ما يحتاجه المسلم في حياته خاصة في هذا الزمن مع الفتن التي ظهرت وربما كانت أشد من السابق، الفتن في السابق كانت مدارها أو محيطها محدود جدا، إما في بلد أو بين جماعة محددة، وربما هذه الفتنة إذا حصلت في مكان أو ظهرت في مكان لا تنتشر إلا بعد فترة طويلة. يعني هناك من ينقل مثل هذه الفتن فتحتاج إلى أوقات طويلة، لكن في هذا الزمن الفتن أصبحت تنتشر في ثواني، خاصة مع هذه الوسائل التي انتشرت في هذا الزمن. وإذا تكلمنا عن الفتن فإننا نتكلم عن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، ففتنة الشهوات بابها واسع، يدخل فيها ما يتعلق بفتنة المال والأولاد، وكذلك أيضا الفتن المتعلقة الداخلة في الوقوع في المحرمات وغيرها من ما يحصل في
هذه الفتنة بالذات وهي فتنة الشهوات، وهي شهوة، ولكنها هي في الغالب لا تتعدى عن الشخص، لا تتعدى هذه الفتنة الشخص الذي وقع فيها. وربما يكون هناك تعدي، لكنه ليس التعدي في هذه الفتنة إلى مثل ما يتعلق بفتنة الشبهات. فتنة الشبهات خطرها أكبر، ولذلك فتن الشبهات ربما تصل إلى القتل وإلى سفك الدماء، وإلى أيضا ما يتعلق بمحاربة الدين وغيرها من ما وقع على مر الزمن في هذه الفتنة، وهي ما تتعلق بفتنة الشبهات. لكن ما نحتاجه الآن، كيف نحصن أنفسنا من عدم الوقوع في مثل هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات؟ هناك أمر مهم ربما الكثير منا لا يتنبه له، وهو أننا نحتاج أن يكون لنا شخصية خاصة، وهي موجودة وهي متعلقة بنا، ولكن ربما نغفل عن هذا الجانب. المسلم له شخصية خاصة به، المسلم له شخصية خاصة به، وشخصية المسلم وقت الفتن تختلف. ربما يكون عنده الشخصية التي تؤهله إلى أن يكون في هذه الدرجة، لكنه لا يستطيع أن يواجه الفتن، لا يستطيع أن يواجه الفتن فيقع فيها. لماذا؟ لأن هذه الشخصية لم يبنيها ولم يتأصل عليها، فيقع في فتنة إما الشهوات أو الشبهات. ولذلك ما نحتاجه اليوم أولاً أن نعرف أن هناك شخصية، والشخصية هذه تكون للناس كافة سواء كان مسلماً أم لا. هي شخصية، إما أن يكون على معتقد ملحد، أو عنده اعتقادات فاسدة، أو أن يكون مسلماً ولكنه يقع في الشهوات أو الشبهات. ولذلك إذا نظرنا إلى الشخصية، ما هي الشخصية؟ كيف أكون شخصيتي؟ كيف يكون لي شخصية؟ كيف أيضاً أصنع أيضاً شخصية لأولادي حتى تكون هذه الشخصية حصناً لهم من الوقوع، من عدم الوقوع في فتن الشهوات والشبهات؟ أولاً يجب أن نتعرف ما هي الشخصية. الشخصية هي عبارة عن مجموعة من الخصال والسمات والصفات، وكذلك أيضاً ربما تكون من الخبرات المتنوعة التي يكتسبها الشخص. هذه بمجموعة تكون مكتملة في هذا الشخص، تكون هذه الصفات التي ذكرناها مستمرة معه في حياته، وهي مكتسبة، تكتسب من المؤثرات التي حوله سواء كان مسلماً أو غير مسلم، فيتأثر بها فتكون هذه الشخصية. فإذا كان مع جماعة معينة تجده يأخذ من صفات هذه الجماعة، إذا كان في بلد أخذ صفات هذا البلد. ولذلك أهل العلم يقولون فيما يتعلق بالعرف، العرف محكم، العرف محكم. يعني أنا أقصد أن هذه الشخصية أحياناً ربما تكون مكتسبة في بيئة معينة، فإذا اكتسبت في بيئة معينة وهي لا تخالف الشرع كانت عرفاً، فإذا كانت من العرف كان من يخالف هذا العرف أيضاً موجب لما يتعلق إما بالعقاب أو مخالفة ما عليه هذا البلد. فهذه أعراف في كل بلد، ولذلك ذكر العلم قالوا أن العادة محكمة، أن العادة محكمة. فأقصد في ذلك أن الشخصية تتكون، يكونها الشخص على حسب بيئته، فهي مكتسبة. لكن ما هي الشخصية المسلمة؟ الشخصية المسلمة مختلفة. الآن شخصية المسلم مختلفة، كيف نكونها؟ نقول أيضاً هي مجموعة من الخصال وكذلك الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها، تحتاج إلى تعلم، لأن المسلم لا يمكن أن يحصل على هذه الصفات إلا بالعلم، والعلم يكون مما من الكتاب أو من السنة. إذن
المسلم يتعلم ويتحلى بها ويعمل بها في جميع شؤون حياته، سواء مع ربه أو مع مجتمعه الذي يعيش فيه. وذكرنا أنها مكتسبة إما من الكتاب والسنة أو كذلك من بيئته، كما ذكرنا ربما تكون من العرف، ولذلك من خالف العرف ربما يدخل في باب الشرع ما يتعلق في بعض الأحكام. لكن الآن هذه شخصية المسلم. وقت الفتن هل هناك شخصية مختلفة أو تختلف عن هذه الشخصية المسلمة؟ أن تقول مسلم، نعم، أنتم تعرفون جميعا أن كثيرا من المسلمين وقت الفتن يزلون وتحصل فتن عظيمة. ولذلك من الفتن على مر الزمن ما حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وكذلك ما حصل في فتنة ابن الأشعث. تعرفون هذه الفتنة هي فتنة عظيمة وكانت بين المسلمين، وقتل فيها أكثر من 100,000 من المسلمين ومنهم من الصحابة. لماذا؟ وقعوا في الفتنة وزلت بها الأقدام. فهذه فتن، ولذلك لم يتنبه الكثير ممن وقع في هذه الفتنة إلا بعد إن انتهت هذه الفتنة ظهر لهم الحق. ولذلك بعد فتنة ابن الأشعث قرر أهل العلم على ما يتعلق في الأصول التي يحتاجها المسلم في وقت الفتنة ما يحتاجه. ولذلك نجد أن بعد فتنة ابن الأشعث أيضا خرجت مسألة الإرجاء، وحصل أيضا مسائل كثيرة خرجت من الفرق بعد هذه الفتنة. ولذلك الفتن لا تجلب إلا فتنا مشابهة لها. ونقول أن المسلم في حياته وفي تعامله وفي سلمه تجده يؤدي ما أوجب الله عليه من العبادة والصلاة وغيرها، لكن إذا جاءت الفتنة اختلف الوضع، اختلف الأمر، ولذلك زلت أقدام. وأنتم شاهدتم وشاهد الجميع ما حصل في كثير من البلدان من الفتن التي زلت بها الأقدام، ولم يعلم الناس بأنها فتنة إلا بعد أن ولت، إلا بعدما انتهت. ولذلك عامة الناس وقت الفتنة يستشرفون لها. ولماذا تكون هذه الفتنة محببة؟ لأنها متعلقة بأمور الدنيا. فالمسلم في الغالب والناس كافة تتعلق بأمور الدنيا، تتعلق بالمال، تتعلق بالجاه، فهذه الأمور الناس يتعلقون بها. ولذلك إذا جاءت مثل هذه الجماعات الفاسدة عندما تريد أن تحرك الشعوب تحركها عن طريق المال، لا عن طريق الدين، لا عن طريق، لكنهم يلبسون على الناس بأنها باسم الدين، ولكنها في أصلها هي من أمور الدنيا التي في الغالب. لذلك لما خرج الناس على عثمان رضي الله عنه، لماذا خرجوا؟ تعرفون لماذا خرجوا على عثمان وهو الصحابي الجليل المبشر بالجنة ومع ذلك خرجوا عليه؟ لماذا؟ لأمر من أمور الدنيا. جاءوا من بلاد بعيدة وخرجوا عليه رضي الله عنه وقتلوه، ليس من أجل الدين ونصرة الدين. فكيف ينصرون الدين وإمامهم هو من؟ عثمان رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل. ولكنهم فتنوا وهم أيضا عندما جاءوا على أنهم ماذا؟ من المسلمين، ليس كذلك؟ ومع ذلك خرجوا عليه رضي الله عنه وقتلوه. إذن الفتنة هي خطرة جدا، ولذلك على المسلم دائما أن يبصر نفسه بأمور الدين. فلذلك نقول أن المسلم وقت الفتنة يحتاج إلى تأصيل، يجب أن يكون له شخصية. إذا وقعت الفتنة أيضا يكون هناك شخصية خاصة بك. ولذلك نقول أن شخصية المسلم في وقت الفتنة هي مجموعة أيضا من الخصال كذلك والصفات التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها ويتحلى بها ويعمل بها في جميع شؤون حياته، سواء مع ربه أو مجتمعه، فيما يتعلق في وقت الفتنة. أضاف أهل العلم في هذا الباب بعض الأمور في هذا الأمر وهو متعلق بشخصيتك وقت الفتنة. يعني أنت لازم تحصن نفسك، لابد أن تتعلم، لابد أن تعرف، لابد أن يكون عندك حصانة. لماذا؟ لأن هذا وقت فتن، الناس يتعرضون إلى الفتن ليل نهار. هذه الفتن هي ليست مجرد فتنة
هي عارضة، يأتي أناس بالسلاح أو بغيرها. لا، الفتن الآن تعدت إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالمعتقدات، وأصبح الناس عندما يتلقون هذه الفتن وليس عندهم حصانة يقعون فيها، وإلا كيف من المسلمين من يرضى بمثل الشذوذ وغيرها ويدافعون عنها ويدعون إليها؟ لماذا دعوا لذلك؟ لأنهم لم يحصنوا أنفسهم ولم يحصنوا أولادهم من هذه الفتن وهذه الشبهات. لم يكن عند هذا الأب وهذا الرجل الشخصية التي تمنعه من الوقوع وكذلك في هذه الفتنة، وكذلك أيضا يحصن بها أولاده. إذن ماذا ذكر العلم في هذا الجانب؟ قالوا هي مجموعة من الخصال والصفات التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها عند وقوع الفتنة حتى لا يقع فيها، ويحافظ، انظروا، ويحافظ، هذه زيادة على ما سبق، ويحافظ على حياته ووطنه ومجتمعه الذي يعيش فيه. هذا أمر، لأن الفتن أيا كانت، سواء شبهات أو شهوات، كلها جميعها تهدد أولا النفس، وتهدد المجتمع، وتهدد الوطن، لأنه إذا ظهر الفساد أيضا ظهرت الفتن. وكذلك فيما يتعلق في عيش المرء في حياته مع أولاده ومع مجتمعه، كل هذه يترتب عليها ماذا؟ العقوبة من الله سبحانه وتعالى. وسوف نذكر هذا إن شاء الله بالتفصيل، سواء اليوم أو إن شاء الله في الغد. هذه الصفات التي نذكرها، أن على المسلم أن يحافظ على حياته وكذلك وطنه وعلى مجتمعه الذي يعيش فيه، ونقول وهي مكتسبة، وهي مكتسبة من الكتاب ومن السنة. ولكن اسمع، ركز معي، قلنا من الكتاب ومن السنة فقط، لابد أن نضيف عليها بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، لأن هناك من الدعوات من يقول أو يستدل بأدلة من الكتاب ومن السنة ولكنها باطلة، لكنها ليست بفهم السلف الصالح. المقصود بالسلف هم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، إذا لم يكن هناك قولا للصحابة رضي الله عنه. ولذلك الصحابة عندما خرج، من خرج من الخوارج سواء في عهد عثمان أو بعده، الصحابة وقفوا في وجه أولئك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذو الخويصرة التميمي، عندما جاءه ذو الخويصرة التميمي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم قسما لصحابته رضي الله عنه، عندما جاءته الغنائم فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم قسما، جاءه رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. وفي رواية: اتق الله. انظروا إلى من يقال هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عدل الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ أترضونني بما جاء من السماء ولا ترضونني في مثل هذا القسم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل عندما تكلم على النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعدل، ماذا رأى؟ هو ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل في قسمته، أليس كذلك؟ لماذا يقول اعدل يا محمد؟ لأنه ظن بأن النبي لم يعدل في قسمته، بل قال له اتق الله. من يتق الله إذا لم يكن النبي هو أتقى الناس، أليس كذلك؟ إذن هذا الرجل خرج على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات. الخوارج على مر الزمن من بعد هذه الحادثة جميعهم يتكلمون عن المال، جميعهم يذكرون أمام الناس ويهيجون الناس على الأمور التي تحصل في بعض الدول مما يتعلق إما من ظلم في أمور الدنيا أو غيرها، فيحركون الناس على ما ينظرون إليه، وربما لا يكون هذا ظلما، وربما يكون ما حصل هو العدل. ولذلك بعض الناس لا يفرق بين العدل والمساواة، هناك فرق بين العدل والمساواة. العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، أما المساواة لا، أن تعطي الناس بالسوية، وهذا ليس عدل، هذا ظلم.
فلا يمكن أن يكون العدل وهو الذي أوجبه الله علينا مثل العدل بين الزوجات، مثل العدل بين الأولاد. ما هو العدل بين الأولاد؟ هل يصلح أن أضرب لكم مثال فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد؟ هل يصلح أن تعطي الولد الرضيع الصغير في النفقة مثل ما تعطي الولد الكبير؟ لا، الولد الكبير ربما يكون في المدرسة ويحتاج إلى مصاريف ويحتاج إلى أشياء، هل تعطي الصغير نفس ذلك؟ لا، هذا ليس من النفقة، هذا هو العدل. لكن المساواة أن تعطي مثلا إذا أعطيت ولدك الكبير وهو في الثانوي تعطي من الولد الصغير، هذا لا يصلح. أيضا لو نظرنا في هذا الأمر فيما يتعلق بالوظيفة والعمل، الموظف المجتهد الذي يبذل جهد في عمله ويتقن عمله ويخلص في عمله، هل تساويه أو بشخص مثلا مهمل؟ هذا تعطيه مكافأة وهذا تعطيه مكافأة، لا يمكن. هذا يسمى مساواة، لكن العدل أن تعطي وتكافئ من المخلص في عمله، أما المسيء لا، هذا لا. فهذا المقصود. ولذلك بعض ما يظهر في عند هذه الجماعات ما يتعلق بهذه العبارة، يقول مساواة المساواة، هذا لا يمكن أن يكون هناك مساواة. الإسلام أمرنا بالعدل، والعدل لا يقتضي المساواة، وهذا أمر مهم. لذلك هذا الرجل الذي خرج على النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي اعدل يا محمد، اتق الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إذا لم أعدل، ثم قال ووصف حال هذا الرجل، قال يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم هؤلاء لأقتلنهم قتل عاد. ثم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه صفاتهم، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا. فهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم أيضا خرجوا في القرون بعد ذلك حتى هذا الوقت. فهذه صفاتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. بل إن خوارج هذا الزمن هم أقل ديانة من الخوارج في السابق، وصفهم وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره عن حالهم لما خرجوا قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. الصحابة عندما ذكروا هؤلاء كانوا عندهم العبادة والتهجد، لكنهم خرجوا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم. المقصود أن هؤلاء على مر الزمن دائما ينظرون إلى هذا الجانب وهو ما يتعلق بأمور المال، ولذلك على المسلم في وقت الفتنة أن يحافظ على هذا الأمر. طيب، إذا نظرنا الآن إلى شخصية المسلم بشكل عام، أنت تنظر إلى حالك، فانظر إلى هذه الأشياء التي سوف أذكرها، هل هي متحققة فيك أم لا؟ هذا ما يتعلق بشخصية المسلم. ثم بعد ذلك نذكر الشخصية التي نحتاجها وقت الفتنة. شخصية المسلم بشكل عام، أولا أنه موحد لله سبحانه وتعالى، سوف أسردها ثم أبينها. أولا أنه موحد لله سبحانه وتعالى، لا يشرك به شيئا، هذا أول أمر وهو الأهم. الأمر الثاني متبع للكتاب والسنة، متبع للكتاب والسنة، ويحذر من ماذا؟ من البدعة. هذه الصفة الثانية لشخصية المسلم. أيضا عنده الطاعة والتسليم لله وللرسول، الطاعة والتسليم لله وللرسول. ثم أيضا يتميز بالوسطية، وسط وسطية. ثم الأمر الخامس وهو أمر مهم، وهو أمين لا يخون، أمين لا يخون. هذه صفات المسلم نقف معها بشكل سريع ونتحقق منها. الصفة الأولى ذكرنا بأنه موحد لا يشرك بالله شيئا، والله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
إذن الأصل في ذلك هو الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك مهما يعمل الشخص المسلم، أنا أريد أن أنبه إلى هذا الأمر وهو أمر مهم جدا، وهذا الحقيقة يقع في بعض البلاد، وهذا ما أيضا نريد أن ننبه عليه لأن الناس يخلطون فيه، هو ما يتعلق بأمر التوحيد. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وقال أيضا للرسل: ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن هذا النبي والرسل وهم يعملون من الأعمال الصالحة قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في بعض البلدان هداهم الله تجدهم يذكرون ويقولون لا إله إلا الله ويقولون نحن على التوحيد، ولكنهم ماذا؟ لكنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. تجدهم مثلا إذا ذبحوا يذبحون لغير الله، إذا نزلت بهم نازلة ومصيبة يلجؤون إلى غير الله، يدعون فلان يا فلان المدد المدد أغثنا. هل هذا موحد؟ سؤال لكم، هل هذا موحد؟ شخص يدعو غير الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي فإني قريب ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الرجل إذا نزلت عليه نازلة ماذا يحصل؟ يدعو غير الله سبحانه وتعالى. هل هذا موحد ولا لا؟ هل حقق الشرط الأول؟ لم يحقق الشرط الأول. فلذلك يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. ولذلك لما نقول، لما ذكرت لكم مسألة الإرجاء، بعض أهل الإرجاء يقولون لا، مدام يقول لا إله إلا الله ولو كان يشرك بالله فهذا أمر، يكفي أنه يقول لا إله إلا الله. هل يكفي لا إله إلا الله مع الشرك؟ الله سبحانه وتعالى ذكرنا قال لنبيه وهو يعمل الأنبياء والرسل: أليسوا من الصالحين وممن أيضا يعملون الصالحات وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ ومع ذلك نبههم وحذرهم الله وقال: ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كيف الرسل والنبي لو وقع في مثل هذا الأمر يكون قد حبط عمله؟ وكيف نقول بأن هؤلاء الذين يشركون بالله مع قولهم لا إله إلا الله نقول هؤلاء من الموحدين؟ لا يمكن أن يقال هذا الأمر، وهذه أدلة صريحة واضحة في هذا الباب. ولا أريد أن أطيل لأن ليس هذا المجلس هو مجلس تفصيل في هذه المسألة. الأمر الثاني من شخصية المسلم أنه متبع للكتاب والسنة، متبع للكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أيضا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث عظيم، حديث يجب على كل مسلم وجوبا أن يجعله دائما دائما حاضرا. لماذا؟ لأنه يجنبك كثير من المشاكل والفتن. ما هو هذا الحديث؟ هذا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. يقول العرباض، يقول: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام يوما، يقول: ثم أقبل علينا. أنا أريد أن تتأملوا في هذا الحديث وكأنكم تعيشون مع الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا الموقف. يقول وهو يصف، انظروا وصف دقيق، قال: فأقبل علينا أي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. انظروا إلى هذا الوصف الدقيق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما وعظ الصحابة كانت موعظة بليغة. ماذا يدل هذا الوصف؟ عندما تسمع هذا الوصف، الصحابة رضي الله عنهم لم يذكر في حديث آخر مثل هذا الوصف الدقيق الذي ذكره العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال في هذه الموعظة: ذرفت منها العيون، يعني عيون الصحابة رضي الله عنهم، ووجلت منها القلوب. إذن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم. فماذا قال الصحابة؟ قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع. فزع الصحابة
يعني ما سيقوله النبي أو قاله النبي أولا ثم ما سيقوله، إذن أمر مهم احتاجه الصحابة، ونحن أكثر أيضا نحتاج إلى مثل هذه الموعظة التي قالها عليه الصلاة والسلام وقالها لصحابته وأوصاهم بعد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم استغلوا مثل هذا الأمر، مثل هذا الموقف، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فماذا تعهد إلينا؟ إذا كان النبي سوف يودعهم معناه الموت والمفارقة، معناها أنهم يحتاجون إلى وصية، وهكذا الناس دائما عندما يذهب إلى شخص يعرف مكانته وحكمته وعنده من القدر والمكانة ومن العلم يطلب منه دائما ماذا؟ الوصية، أريد منك وصية أحتاجها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا لنبيه أوصنا، طلبوا منه الوصية لأنها موعظة مودع، ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لهم؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه الوصية ليست للصحابة فقط بل لنا أيضا، هي لمن كان واحتاج إليها، ونحن جميعا نحتاج إليها في جميع شؤون الحياة. التقوى وهي الأساس، ولا أريد أن أقف على هذه المعاني لأنها تحتاج إلى محاضرات، ولكن سوف أذكر لكم هذا الحديث لكي تتأملوا ما نحتاجه في تكوين شخصية المسلم، كيف تكون هذه الشخصية. من ذلك هذا الحديث قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه قال فإنه من يعش منكم بعدي، أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تأكيد أيضا من النبي أن هذه الموعظة للصحابة بعد موته، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. طيب حصل الاختلاف ماذا توصينا؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. ماذا فقط علينا؟ قال تمسكوا بها فقط. قال تمسكوا، تأملوا هذا الحديث العظيم، قال تمسكوا وانتهى؟ لا، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. شوف الوصف الدقيق، يعني هذه الوصية تمسكوا بها تمسك. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. ثم قال اسمعوا، هذا ما ذكرناه لكم عندما ذكرنا لكم المحدثات اللي تحصل والفتن وغيرها، وهذا ما يحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أي ليست على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا على هدي من الصحابة الخلفاء الراشدين كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا حديث عظيم يعطينا من المعاني العظيمة التي نحتاجها في تكوين شخصية المسلم في حياته. إذن هذا هو الأمر الثاني، وهو ما يتعلق باتباع الكتاب والسنة. الأمر الثالث، شخصية المسلم تتميز بالطاعة والتسليم، بالطاعة والتسليم. إذا جاءه الأمر من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام سلم، وهذا هو الحال. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لعباده؟ يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك اختيار، إذن إذا جاء الأمر من الله ومن الرسول عليك التسليم، تقول سمعنا وأطعنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذا أمر مهم متعلق أيضا بالوسطية. ما يتعلق بالاتباع،
أذكر لكم موقف للصحابة رضي الله عنهم، موقف عظيم أيضا يدل على التسليم. عندما نزلت الآية في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تأملت هذه الآية؟ هل وقفت عندها في يوم من الأيام؟ هذه الآية نقرأها دائما: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ماذا تعني هذه الآية؟ يعني إذا حدثتك نفسك بأمر أو بأمر سوء فإنك تحاسب عليه، هذا ظاهر الآية، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا هذه الآية جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله، لقد أنزل من الشرائع ما نطيق، ولقد أنزلت هذه الآية وإننا لا نطيقها، يعني صعب علينا، وإن أنفسنا لتحدثنا بسوء، النفس أمارة بالسوء. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تقولوا كما قال من قبلكم من الأمم: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. ماذا قال الصحابة؟ راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل راجعوا النبي؟ لا، لم يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل سلموا مباشرة، قالوا: سمعنا وأطعنا. فلما علم الله صدقهم أنزل الله التخفيف، أنزل الله التخفيف، قال في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. المقصود من أو الشاهد من ذلك أن الصحابة كانوا يسلمون لما يأتيهم من الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، وكذلك قبل ذلك أيضا ما يأتيهم وما ينزل عليهم أيضا من الآيات، وهذا هو التسليم. الأمر الثالث أو الرابع في ما يتعلق بشخصية المسلم، ذكرنا أن المسلم شخصيته تتميز بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هي هذه الوسطية؟ هذه الوسطية جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول، قال عليه الصلاة والسلام: قال: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة. انظروا، نوح عليه السلام يدعى يوم القيامة، فيقال له لنوح: هل بلغت، يعني هل بلغت الرسالة؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، يقولون: ما أتانا من نذير، أو ما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته هم من يشهد لي. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الوسط العدل، وهذا هو المقصود. إذن فيدعون فيشهدون له بالبلاغ يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الآية، ذكر هذه الآية لصحابته، قال: بعد أن تشهدون ثم أشهد له يوم القيامة. إذن نحن أمة وسط كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذه شخصية المسلم. من شخصية المسلم أيضا تتميز بحفظ العهد والأمانة المنوطة إليه. أولا الأمانة المتعلقة بما يتعلق بأمر العقيدة وما أيضا ذكرناه من الاتباع للكتاب والسنة، فهذه أمانة. وأيضا ما يتعلق بالأمانة المتعلقة بأمور الدنيا، فالمؤمن دائما يحافظ على الأمانة، يحافظ على الأمانة. ولذلك قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وأيضا جاء في حديث أيضا يدل على هذا الأمر وهذا المعنى، حديث أنس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان
لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن الأمانة مهمة، ولذلك المسلم دائما يحفظ الأمانة. ولذلك جاء في الحديث الأمانة المتعلق أن يكون المسلم دائما يؤدي الأمانة وصادقا مع الله سبحانه وتعالى وصادقا في حديثه. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أيزني المؤمن؟ قال نعم. قال أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قال أيكذب؟ قال لا. يعني ربما يقع في الزنا المؤمن ويقع في السرقة، لكن لا يكذب، لأن الكذب هو مفتاح أيضا وهو باب أيضا من أبواب الخيانة. ولذلك هذا الأمر هو من الأمور المهمة التي يحتاجها المسلم دائما في حياته. إذن هذه شخصية المسلم بشكل عام، لكن هناك الشخصية التي نحتاجها أيضا في حياتنا. نكمل إن شاء الله ما يتعلق بشخصية المسلم وقت الفتن، والتفصيل في هذا الباب إن شاء الله في الغد بعد صلاة المغرب بإذن الله.